And know, O believers, that the Messenger of Allah is among you, is with you. If he were to obey you in much of the government, in much of what you request, ye would surely be in trouble, you would surely sin, but Allah hath endeared the faith, the belief in Allah and His Messenger, to you and hath beautified it in your hearts, and made it seem good in your hearts, and hath made disbelief, denial of Allah and His Messenger, and lewdness, hypocrisy, and rebellion, and all transgressions, hateful unto you. Such, those who have such traits, are they who are rightly guided. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. O ye who believe, if an evil liver, this was revealed about Al-Walid ibn Uqbah ibn Ma'it, who was sent by the Prophet, Bu, to Banu al-Mustalik to collect their alms. Instead he came back claiming that they wanted to kill him. The Prophet, Bu, and his companions were about to set forth to conquer them, but Allah forbade them from doing so, saying, O you who believe in Muhammad, Bu, and the Quran, if a hypocrite, Al-Walid ibn Uqbah, brings you news about Banu al-Mustalik, verify it, check whether the news are true or false, lest ye smite some folk in ignorance and afterward repent of what ye did, regret killing them. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. It is a bounty and a grace from Allah that He honored the believers, and Allah is knower of honoring the believers, wise, in placing in their hearts love of faith and hatred of disbelief, lewdness and rebellion. Ya ayyuhal ladhina amanu la yaskhar qawmun min qawm لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. The believers are not else than brothers in religion. Therefore make peace between your brethren, by means of the Book of Allah, and observe your duty to Allah, and fear Allah regarding that which He commands you regarding making peace, that haply ye may obtain mercy, and not be punished. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن
الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون 604 And if two parties of believers fall to fighting, this was revealed about the hypocrite Abdullah ibn Ubay ibn Salul and his host and Abdullah ibn Rawaha, a true believer, and his companions. These two parties fell to fighting after an exchange of words, and so Allah forbade them from fighting each other and commanded them to make up, saying, And if two parties of believers fall to fighting then make peace between them, by referring to the Book of Allah. And if one party of them, the party of Abdullah ibn Ubay ibn Salul, doeth wrong to, persists and transgresses against, the other, the party of Abdullah ibn Rawaha al-Ansari, and refuses to make peace by referring the matter to the Quran, fight ye that which doeth wrong till it return unto the ordinance of Allah, until it accepts to make peace by referring to the ordinances of the Quran, then, if it return, if it accepts to make peace by referring the matter to the Book of Allah, make peace between them justly, and act equitably, towards both parties. Lo! Allah loveth the equitable, Allah loves those who judge justly by the Book of Allah, and act upon it.